وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكد عدد من الإعلاميين والمحللين والباحثين السياسيين المتواجدين في العاصمة الرياض أكدوا أن احتضان المملكة العربية السعودية لمثل هذه القمم يشكل رسالة سلام للعالم أجمع للخروج بموقف وقرار ثابت تجاه القضية الفلسطينية لإنهاء الحرب. وأضاف الإعلاميون والمحللون السياسيون أن مشاركة مملكة البحرين في هذه القمة تؤكد على موقف المملكة الداعم للأشقاء الفلسطينيين وقرارات الأمم المتحدة. طبعا مشاركة مملكة البحرين في هذه القمة هي مشاركة جدا مهمة، في خاصة في هذه الأوضاع المربكة في المنطقة. سياسة الخارجية لمملكة البحرين هي سياسة واضحة، وخاصة في قضية الفلسطينية، وكما يعني قالها جلالة الملك أن حل الدولتين والحفاظ على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. لذلك هذه المشاركة تأتي في ضمن هذه السياسة الخارجية الواضحة، والبحرين دائما وأبدا أن القضية الفلسطينية في وجدانها موجود وفي وجدان شعبها. فنتمنى من مخرجات هذه القمة أن يكون هناك موقف يستطيع أن ينقذ الآن الشعب الفلسطيني، في نفس الوقت أن يحيي أيضا القضية الفلسطينية. فلا حد يزايد على موقف يعني مملكة البحرين. يعني الحقيقة مشاركة البحرين السياسية، موقعها، تاريخها، علاقتها مع القضية الفلسطينية أكبر من المزايدين واللي يتحدثون ضدها ويتحدثون. والبحرين من منظومة مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي القرار الخليجي كان قرار موحد هو دعم القضية الفلسطينية ودعم إقامة الدولتين ونبذ الحقيقة العنف والتجاوزات. فأنا أعتقد هذا موقف الدول الرزينة، أنه دولنا حقيقة. وأؤكد لك في مؤتمر القاهرة مثلا وجدنا مثلا الكلمات تركز على حل الدولتين. وأعطيك مثالين فقط، نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أركزوا على حل الدولتين ومن منطلق علمي وقانوني سليم، وهو حل الدولتين وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي والمبادرة العربية التي تنص على انسحاب إسرائيل إلى حدود 4 يونيو. مثل هذا الموقف أنا أعتقد بأنه موقف رسالة إلى العالم وإلى المجتمع الدولي بما تشكله القضية الفلسطينية، والموقف الثابت من قبل المملكة العربية السعودية لمثل هذه الجهود للأمن القومي العربي والإسلامي. اليوم شهدنا توافد فخامة الرؤساء الدول الإسلامية والعربية بشكل سريع جدا، وهذا من منظور التحدي والاستجابة. وتأتي أيضا مملكة البحرين من ضمن هذه الدول التي أيضا لها المواقف التاريخية، سواء في القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الأولى أو بعض القضايا العربية والإسلامية. رأينا خلال الفترة السابقة بأن هنالك حراك كبير عربي خليجي يعني توجيه الرأي العام العربي الأجنبي والدولي تجاه الممارسات الإبادية للشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية. وأنا أعتقد بأن هذه القمة ستخرج بنتائج إيجابية في تصب في مصلحة القضية الفلسطينية، ويعني العودة إلى مسار حل الدولتين والمبادرة العربية والشرعية الدولية، وهو جانب مهم يعني نرجوه ونتمناه ونصب إليه خلال الفترة القادمة. نعم.